تشامبرز اوف ذا هارت، اللي هي الحجرات بتاعه القلب او تقسيمه القلب بقى من الداخل. يبقى احنا قسمنا القلب من الخارج، اللي قسم القلب من الخارج مجموعه من الجروفز، الكوروناري جروفز، قسموا لدورزال بارت اللي هما الاثنين اتريا، وفنترال بارت اللي هما الاثنين فنتريكل. اللونجيتودينال جروفز واحد رايت، لونجيتودينال جروف سب ساينوزيال واحد ليفت باراكونا. قسموا الفنترال بارت اللي هو الفنتريكولار بارت ليه رايت وليفت فنتريكل، تمام. في انتر اتريال جروف مش واضح، او بيقسم برضو الاثنين اتريال من فوق ليه رايت وليفت اتريال. للتشامبرز بقى بتاع الهارت من الداخل، لما ندخل القلب من جوه نلاقي الهارت بيتكون من اربع تشامبرز او اربع حجرات، او فور كومبارتمنت، تو اتريا رايت اند ليفت اتريوم، وي تو فنتريك رايت اند ليفت. التو اتريا ار سيبريتد باي انتر اتريال سيبتم، زي ما قلنا هيتفصلوا بالانتر اتريال سيبتم او الفاصل ما بين التو اتريا، وي التو فنتريك ار سيبريتد باي انتر فنتريكولار سيبتم، هيتفصلوا من الداخل بالسيبتم. قلنا الجروف بيقابلوا من الداخل ايه؟ سيبتم. يبقى الجروف ده انا شايفه من بره على جدار القلب من الخارج، على جسم القلب من الخارج، انما جوه يبقى سيبتم، يبقى فاصل، فاصل الايه؟ الحجرات دي عن بعضها. التو اتري ار كونكتد وذ ذا تو فينتريكل ثرو اتريو فينتريكولار اوبننج رايت اند ليفت ويتش جاردد باي اتريو فينتريكولار ايه فالفز. دي حجرات الهارت او الشامبر اوف الهارت، ده الرايت اتريوم وده الرايت فينتريكل، ده الليفت اتريوم وده الليفت فينتريكل. الاثنين بيبقوا رايت اتريوم، ما بينهم ايه؟ ما بينهم سيبتم اهو، الانتر اتريال سيبتم، فاصل الاثنين اتريوم عن بعض زي ما نشوف برضو تباعا، والانتر فينتريكولار سيبتم فاصل الاثنين فينتريكل عن بعض. الرايت اتريوم بيفتح على الرايت فينتريكل خلال ما يسمى بالاتري الرايت اتريو فينتريكولار اورفيس اللي هو بيحاط بيه ترايكاسبيد فالف، وهنا الليفت اتريوم بيفتح على الليفت فينتريكل بما يسمى بالليفت اتريو فينتريكولار اورفيس اللي هو بيحاط بيه بايكاسبيد فالف او الميترال فالف. صورة تانية برضو اهو، ادي الرايت اتريوم وادي الرايت فينتريكل، ده الليفت اتريوم وده الليفت فينتريكل، دي ترايكاسبيد فالف اللي هي بتعمل جارد للرايت اتريو فينتريكولار اوبننج، ودي البايكاسبيد فالف اللي هي بتبقى فاتحة جارد للليفت اتريو فينتريكولار اورفيس. فدي التشامبرز بتاع الهارت. لما ناخد بقى كل حجرة تفصيلا كده ونشوف ايه اللي جواها وايه التشريح بتاعها، ايه اللي داخل كل حجرة من حجرات الهارت، فنبدأ بالرايت اتريوم. الرايت اتريوم فورمز زي رايت كرينيال بارت اوف زي بيس اوف زي هارت اند لايز دورزال تو زي رايت فينتريكل كونسيست اوف زي ساينس فينيرام انتو ويتش زي فين اوبن اند ان اوريكل. بص حضرتك معايا، الجزء ده اسمه الرايت اتريوم. الرايت اتريوم ده بيكون من جزئين، جزء اسمه رايت اوريكل، وجزء ما بين فتحتين الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا بيسموه ايه؟ بيسموه الساينس فينيرام، ساينس فينيرام. يبقى الرايت اتريوم بيكون من جزئين، رايت اوريكل وساينس فينيرام. الساينس فينيرام ده المكان اللي هنشوفه من الداخل ما بين فتحتي الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا زي ما هنشوف كده من الداخل. الجزء اللي بيبقى فيه خشونة من الداخل هنسمها بعد كده البكتينيت مصل، ده الاوريكل، ده الاوريكل. والجزء الاملس منه اللي ما بين فتحة الكرينيال والكودال فينا كافا، الجزء ده بيسموه ساينس فينيرام. يبقى الرايت اتريوم بيكون من ايه؟ بيكون مما يسمى الاوريكل والساينس فينيرام. رايت اوريكل وساينس فينيرام. ساينس فينيرام is a part of the cavity between the cranial and the caudal vena cava and the atrioventricular opening. المكان ده اللي ما بين فتحة الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا جوه الاتريوم داخل الحجرة البهو الايمن، ده المنطقة الملساء دي بنسميها ايه؟ ساينس فينيرام، الجيب الوريدي، تمام. ما بين فتحتي الكرينيال والكودال فينا كافا، وكمان فتحه ايه تاني؟ الفتحه اللي هتبدا ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، الفتحه اللي انا بشاور عليها دي الرايت اتريو فينتريكولار اوبننج. الاوريكل عباره عن كونيكال دايفيرتيكولوم ووتش كيرفز اراوند ذا رايت اند كرينيال سيرفيس اوف ذا اسيندنج اورتا. ادي الاسيندنج اورتا موجود حواليه، ده الايه؟ الاوريكل او الرايت اوريكل.
it is a blind end appearing on the left side. The blind end بتاعته بتبان على the left side, متجهة لي the left ear side. Cranial to the origin of the pulmonary trunk. ده البلمونري ترانك, عند الأورجن النهاية بتاعته هي ناحية الإيه, البلمونري ترانك. It is the most cranial part of the heart. ده طبعا الكرينيال بارت اوف ذا هارت هو الرايت اوريكل. فالرايت اوريكل عبارة عن low blind end. البلايند اند ناحية ايه؟ ناحية البلمونري ترانك. من الداخل بقى الكافيتي بتاع الهارت, بنبص نلاقي الكافيتي بتاع الاوريكل في ماسكولار ريدجز. الماسكولار ريدجز دي بتمثل ايه؟ بتمثل ما يسمى بالبيكتينيت ماسل. البيكتينيت ماسل دي ربنا حبى الاوريكل او الاوزين اللي هو جزء من الاتريوم بهذه العضلات او ال الطيات العضليه دي عشان يساعد في انقباض الدم. الاوريكلز تنقبض تضغط الدم او تنزل الدم للفنتريكل. فالوول بتاع اتريوم مش كله حاجه واحده, في جزء املس او سموث ده الساينس فينيرا, والجزء اللي فيه ماسكولار ريدجز دي بنسميه الاوريكل. يبقى كلمه اتريوم بتساوي, لما اقول اتريوم بيساوي ساينس فينيرام بلس ايه؟ بلس الاوريكل. يبقى اوريكل يعني اوزين, ولكن الاوزين جزء منين؟ من الاتريوم. يبقى الاتريوم عباره عن ساينس فينيرام والاوريكل. البيكتينيت ماسلز بتمثل عباره عن ماسكولار ريدجز في الوول من الداخل بتاع الايه؟ الاوريكل. البيكتينيت ماسلز دي بتحصل لها ترمينيشن فيما يسمى بالتيرمينال كريست. يبقى زي ما حضرتك شايف الماسكولار فولدز دي او الماسكولار ريدجز دي اللي انا بشاور عليها دي متجمعه كلها في الانسرشن بتاعها فيما يسمى بالتيرمينال كريست. يبقى التيرمينال كريست بتمثل الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسل. من الخارج بقى البيكتينيت ماسلز دي لما تبقى تجتمع من الخارج تكون لي حاجه اسمها ايه؟ تكون لي حاجه اسمها السالكس تيرمينالز, ده اللي بيقابل الكريستا تيرمينالز اللي هي كانت جوه. يبقى السالكس ده من بره, انما الكريستا من الداخل. الكريستا دي كانت عباره عن ايه؟ كريستا تيرمينالز عباره عن الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسل. الانسرشن اوف ذا بيكتينيت ماسلز بيتمثل بالتيرمينال كريستا او كريستا تيرمينالز. بتمثل هي الانسيرشن بتاع البيكتينيت ماسل يقابل السالكس تيرمينالز. الانتر فينوس تيوبيركل, عند حضرتك بقى كرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا دول عاملين ايه؟ جايبين الدم من الجسم. كرينيال فينا كافا جايب من الهيد والنك والكرينيال بارت بتاع الثوركس, يبقى جايب الدم. كرينيال فينا كافا جايبه اللي هو في الهيومن بنسميه سوبيريور فينا كافا, والكودال فينا كافا في الحيوانات اللي هو عندنا بنسميه انفيريور فينا كافا جايب من الليمبس والابدومن والبلفس وبقيه الثوركس, وجايين يصبوا فين؟ يصبوا في الهارت. يصبوا الدم بيجي مندفع من الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا, هيتقابلوا لا ما بينهم ما يسمى بالانتر فينوس تيوبيركل. الانتر فينوس تيوبيركل موجود هنا كده علشان ايه؟ علشان يقلل اصطدام الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا. وزي ما حضرتك المكان ده املس زي ما قلنا سموث ده الساينس فينيرا. فالانتر فينوس تيوبيركل عباره عن ريدج بروجكتد داون وورد اند فور وورد فروم ذا روف جاست ان فرونت of the opening of the posterior vena cava, it tend to direct the flow of the blood from the anterior vena cava to the atrioventricular opening. يبقى ده يوجه الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا على الاتروفنتريكولار اوبننج عشان الدم ما يصطدمش ببعضه اللي جاي من الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا. يبقى هي ريدج موجوده توجه الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا او الانتيرور فينا كافا على الاتروفنتريكولار opening. يبقى احنا خدنا دلوقتي ما يسمى بيكتينيت ماسلز, وقلنا عباره عن ماسكولار ريدجز موجوده فين؟ موجوده في الوول بتاع الايه؟ الرايت اوريكل. بتاع الرايت ايه اوريكل. البيكتينيت ماسلز دي بتجتمع داخليا, يعني الانسرشن بتاعها بنسميه التيرمينال كريست. التيرمينال كريست دي يقابلها من الخارج ايه؟ التيرمينال سالكس او سالكس تيرمينالز. عندنا الساينس فينيرام ده جزء من الاتريوم, يبقى الاتريوم ده كله اللي انا بشاور عليه ده الاتريوم, بيتكون من اوريكل وساينس فينيرام.
فينيرم. الجزء الاملس منه ده بنسميه ايه؟ بنسميه الساينس فينيرم اللي هو الجيب الوريد. بيفتح عليه الكرينيال فينا كافا وكودا الفينا كافا. ما بين الكرينيال فينا كافا وكودا الفينا كافا في ما يسمى بالانتر فينوس توبيركل. ده عباره عن ريدج عند فتحه بتاعه مقابله للفتحه بتاع الكرينيال فينا كافا عشان توجه الدم اللي جاي من الكرينيال فينا كافا او السوبيريور فينا كافا ناحيه الفينتريكل عند الاترو فينتريكولار اوبننج. كمان عندنا في الرايت اتريوم كمان ايه؟ ما يسمى بالفصة اوفال. الفصة اوفال اللي قدام حضرتك دي كان في سبتم، احنا مبره قلنا في جروف ما بين الاثنين اتريوم انتر اتريال جروف، جوه بقى في سبتم ما بين الاثنين اتريوم ما بين الحجرة اليمنى والحجرة اليسرى العلوية بتوع الهارت دول، او البهو الايمن والبهو الايسر، ما بينهم سبتم. السبتم ده كان في الجانب بنسميه السبتم بريمم او البرايمر سبتم. السبتم بريمم ده هو في ثقب بيسموه الفوريمن اوفال. الفوريمن اوفال ده لما نشوف الفيتال سيركوليشن كان بيعدي الدم من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، يعني الفتحتين او الحجرتين متوصلين على بعض عن طريق الفوريمن اوفال ده، تمام؟ في السبتم بريمم. السبتم بريمم او البرايمر سبتم ده هو كان في الجنين جه عليه سكندري سبتم. بعد الولاده باسبوعين ممكن يستمر الفتره اطول يبدا البرايمر سبتم او سبتم بريمم ده يقفل الفتحه دي. امال السكندرم ده او السكندر سبتم ده عمل ايه؟ عمل لبس حوالين الفوريمن ده. فمكان انغلاق الفوريمن ده سموه ايه؟ سموه فصه اوفال. فالفصه اوفال عباره عن ايه؟ عباره عن دايفرتيكولوم ان ذا سيبتال وول ات ذا بوينت اوف ذا انترانس of the caudal vena cava bounded laterally by the concave margin. It is a remnant of the oval foramen through which the two atria communicated in the fetus. شايف حضرتك الفتحة دي؟ دي كانت فتحة في الجنين بنسمها الفوريمن اوفال. كانت موجودة فتحة في السبتم بريمم او البرايمر سبتم اللي ما بين التو اتريوم. بعد كده جاء السكندر سبتم او سبتم سكندرم قفل الفتحة دي، مش قفلها، هو اتقفلت من البرايمر سبتم، عمل حواليها لبس، فهي تعتبر ريمينانت موجودة في الجنين بنسميها الفصة اوفال. دي صورة تانية للتيرمينال. دي التيرمينال كريست اللي قلنا هي عبارة عن الانسيرشن بتاع البكتينيت مصر بيقابلها من خارج الايه؟ السالكاس تيرميناليس. دي فتحة الكرينيال فينا كافا، وهنا هتبقى فتحة الاتريو فينتريكولار اوبننج، الرايت اتريو فينتريكولار اوبننج. الاوبننجز اوف ذا رايت اتريوم، عندنا مجموعه من الفتحات موجوده في الرايت اتريوم. اول فتحه كرينيال فينا كافا، او في اللي هم بنسميه السوبيريور ايه؟ فينا كافا. او في كمان الكودال اوبننج اوف ذا كودال فينا كافا، الكرينيال فينا كافا عند مستوى الفورس ريب في الغورس، عند مستوى الكودال فينا كافا عند مستوى السكس ريب. فينا ازايجس، الفينا ازايجس او الازايجس فين جايب الدم من منطقه الثوركس يفتح على الرايت اتريوم على طول، يفتح على الكرينيال فينا كافا. الكوروناري ساينس، الكوروناري ساينس ده لما ناخد السيركوليشن بتاعه الهارت هنلاقي الكوروناري فين بتصب في ما يسمى بالكوروناري ساينس. الكوروناري ساينس ده يفتح فين؟ اللي هو جايب الدم من الكوروناري فيسز يفتح على الرايت اتريوم. opens in the anterior part of the sinus venous ventral to the caudal vena cava. The orifice is provided by a small semilunar valve. الفتحة بتاع الكورونار سينس حواليها semilunar valves. فورامينا فينيرم منيرم دي عبارة عن opening بتاع small veins which emptying directly into the cavity of the atrium. في فتحات لي وريدة صغيرة كده ما بتشوفهاش حضرتك بعينك المجردة، عاوز عدسة مكبرة تشوف بيها، الفتحات دي على طول بتفتح داخل الاتريوم. الرايت اتريو فينتريكولار، ما ننساش الفتحه الكبيره بقى اللي هي ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، دي بيسموها رايت اتريو فينتريكولار اوبننج. كمان فيما يسمى بالاورفيس اوف ذا فيني كورتس بارفي، الفيني دي عباره عن سمول فينز بتفتح برضو فين؟ بس بتفتح في البكتينيت ماسل. حضرتك برضو مش هتقدر تشوفها لان ريدج او الماسكولار ريدج بتاع البكتينيت ماسل دي بتبقى كانسل او ثريه ومغطيه على هذه الايه الفتحات. يبقى الاورفيس اوف زي فيني كوردس بارفي، دي كانت مجموعه الاوبننجز اوف ذا رايت اتريوم. يبقى عندنا الاوبننج
of the cranial vena cava والopening of the caudal vena cava. في الفينا ازايجس هيفتح على طول على الكرينيال فينا كافا، يفتح دايركت على الرايت اتريوم. في الاوبننج بتاع الكورونري ساينس، في فورامينا فينيرم مينيميرم اللي هي فتحات لسمول فينز هنا، وفي الفيني كوردس بارفي اللي بتفتح ما بين الفولدز بتاع البيكتينيت ماسلز او الباندز بتاع البيكتينيت ماسلز. دي مجموعه من الفتحات موجوده في الرايت اتريوم. لما نيجي نتكلم بقى على الليفت اتريوم، الليفت اتريوم بيكون الكودال بارت اوف ذا بيز. دي البيز زي ما قلنا، ودي البيز بتاعه الهارت، قلنا الجزء الامامي منها بيكونه الرايت اتريوم، والجزء الخلفي منه اهو بيكونه الليفت اتريوم. فالليفت اتريوم بيكون الكودال بارت اوف ذا بيز اوف ذا هارت. اطلاي كودال تو ذا بالمونري ترانك. فين البالمونري ترانك؟ ادي البالمونري ترانك، هو موجود كودال للبالمونري ترانك. انزي اسندنج اورتا، فين الاورتا؟ دي الاسندنج اورتا. فده اللي انا بشاور عليه، ده هو الايه الليفت اتريوم، وهيبقى موجود طبعا دورزة للليفت فينتريكل. ما هو كل واحد ده الرايت اتريوم فوق الرايت فينتريكل، والليفت اتريوم فوق الليفت ايه فينتريكل. لما نشوف من الداخل بقى الكافيتي بتاعه، ده الكافيتي بتاعه، الفص اوفلها بقى على ناحيتين لانها كانت ثقب واتقفل وساب مكانه نطبه كده، ساب مكانه انخفاض. من ناحيه الرايت هنشوفها، من ناحيه الليفت هن ايه هنشوفها اهو. The cavity of the atrium is smooth with the exception of the auricle in which the pectinate muscle are present. مش احنا قلنا في الرايت اتريوم كان في عباره عن ساينس فينيرم وبعدين في اوريكل، في الليفت اتريوم في جزء سموث وجزء بيبقى رف. الجزء الرف ده عباره عن ايه؟ عباره عن الليفت اوريكل. يبقى كل الجدار بتاع الليفت اتريوم سموث ما عدا الجزء اللي فيه ليفت ايه اوريكل. الاوفال فوسا ديبريجن في السيبتال وول زي ما اتكلمنا عليها في الرايت اهو. باوند الدورز اللي باي افولد ويتش از اليمنت اوف ذا فالف اوف ذا اوفال فوريمن اوف ذا فيتاس. بعد كده الليفت اترو فينتريكولار اوريفيس، الفتحة ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، الفتحة دي بيسموها ليفت اترو فينتريكولار اوريفيس، ودي بتحاط بي بايكاسبيد فالف. الرايت فينتريكل بقى، الرايت فينتريكل كونستيتيوت ذا رايت كرينيال بارت اوف ذا فينتريكولار ماس، الجزء الامامي من الفينتريكولار ماس من البودي والابكس بتاع الهارت اللي يكونه بقى الجزء الامامي ده بيكونه الرايت فينتريكل. البطين الايمن، البطين الايمن بيمثل الجزء الامامي لانه هو بيكون الكرينيال بوردر اللي انا بشاور لحضرتك عليه، ده الرايت فينتريكل. لو فتحنا من داخل الرايت فينتريكل بنلاقي فيه ما يسمى بالسوبرا فينتريكولار كريست. سوبرا فينتريكولار كريست عباره عن سيك ريدج ذات سيبريتس ذا اتريو فينتريكولار اورفيس اند ذا كافيتي اوف ذا كونس ارتريوزس. فين الكونس ارتريوزس او اللي متلون باللون الاخضر ده، اللي هو عباره عن الدايليتد اورجين اوف ذا بالمونري ترانك. البالمونري ترانك ده اللي هينقل الدم من الرايت فينتريك اللي انا بشاور عليه دي وديه للرئتين، لان الجانب الايمن من الهارت بنسميه فينوس سايد. الفينوس سايد الجانب الوريدي، الجانب الوريدي ليه؟ لانه كله دم غير مؤكسج. انما الليفت سايد ده بنسميه ارتيريال سايد لانه كله دم مؤكسج. فالرايت اتريوم يضخ الدم للرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل ده يضخ الدم للبالمونري ترانك. البالمونري ترانك ينقسم لرايت بالمونري ارتري وليفت بالمونري ارتري، يودي الدم للرئه. لما يودي الدم للرئه دم غير مؤكسج يحمل بالاكسجين ويرجع ايه عن طريق البالمونري فينز. في الليفت اتريوم، من الليفت اتريوم يروح للليفت فينتريكل، من الليفت فينتريكل يروح للاورطه بقى، الاورطه دي تضخه للجسم كله. فعندنا ما يسمى بالسوبرا فينتريكولار كريست. السوبرا فينتريكولار كريست دي عباره عن سيكريدج سيبريت الاتريو فينتريكولار اوريفيس وكونس ارتريوزس. الكونس ارتريوزس اللي هو الدايليتد اورجن اوف ذا بالمونر ترانك. يبقى السوبرا فينتريكولار كريست دي عباره عن ريدج بتفصل الفتحه بتاعه الاتريو فينتريكولار اوريفيس عن الكونس ارتريوزس. يبقى تركز حضرتك معايا، يعني ايه سوبرا فينتريكولار كريست؟ هي عباره ببساطه ريدج بتفصل الاتريو فينتريكولار الاورفيس الفتحه بتاع اللي ما بين الاتريوم وبين الفينتريك عن الكونس ارتريوزس. ايه الكونس ارتريوزس ده يا دكتور؟ الكونس ارتريوزس ده عباره عن الدايليتد اورجن اوف ذا بالمونري ترانك، المنشا المتسع للبالمونري ترانك. يبقى دي بنسميها السوبرا فينتريكولار كريست.
رايت اتريو فنتريكولار اورفيس، وده جارد باي ترايكاسبيد فالف. جوه الرايت فينتركل هيقابلنا ما يسمى بالترابيكولي كارني. الترابيكولي كارني دي عباره عن ماسكولار ريجيس. ليه؟ لان الانفلو بتاع الدم عاوز حاجه خشنه تصد وتقابله، تمام، عشان ما يحصلش انفجار للهارت. يبقى الهارت جسم بتاعه في فولدس تقابل ضغط الدم اللي جاي له من الانفلو. في اماكن ملساء سموز زي ساينس فينيرم زي ما شفنا. الفنتريكل الوول بتاعتها فيها ما يسمى بالترابيكولي كارني، عباره الوول اوف ذا فنتريكل اكسبت ان ذا كونس ارتريوزس بير ماسكولار ريجز اور ريجولار ماسكولار كولمز ويتش بروجكت فروم ذا انر سيرفيس اند باندز. ليه بقى الخطوط والفولدس دي؟ عشان تقابل سيران الدم، تقابل الانفلوب اوف ذا بلاد. فعندنا ثلاث انواع من الترابيكولي كارني، في ريدجز اور كولمز ان ريلايف، والبابيلاري ماسل، والسبتو مارجنال ترابيكولي او المودريت باند. دول ثلاث انواع من الترابيكولي كارني. اول نوع اللي هي الريدجز اور كولمز ان ريلايف. ريدجز اوف cardiac muscles covered by endocardium. الريجيس اللي في الول دي عملت الول بتاعه الفنتريكل زي الاسبونج كده، عملته زي السفنجه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. في فراغات ما بينها. الاعمده دي ليه؟ عشان تقابل زي ما قلت لحضرتك الانفلو اوف ذا بلاد، ضغط الدم وهو جاي من الاتريوم للفنتريكل او انقباض الفنتريكل. يبقى دي بتسيب تجاويف كهفيه ما بينها الفولدز دي او الباندز بتاعه المسلز دي ما بينها وبين بعضها، عشان لما يضخ يبقى عنده قوه. فعملت شكل الايه السبونج كده، شكل السفنج، بقى فيه تجاويف ما بين الباندز دي او الماسكولار باندز. الماسكولار باندز دي بيسموها كولم ان ريلايف، عباره عن ماسكولار ريجز من الكاردياك ماسلز وي كفرد باي اندوكارديا. تاني نوع بنسميه البابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل عباره عن كونيكال وفلاتند بروجكشن، اللي انا هشاور لحضرتك عليها دي البابيلاري ماسلز. بيمسك فيها الكورديتين ديني او الاحبال الوتريه. الاحبال الوتريه دي ماسك ايه تاني؟ ماسك الكاسبس بتاع الفالف. الكاسبس بتاع الفالف زي ما هنشوف بعد كده ماسك بما يسمى الكورديتين ديني. الكورديتين ديني تمسك فين؟ تمسك في الوول بتاع فنتريكل، في منطقه يسموها ايه؟ يسموها البابيلاري مصر. يبقى البابيلاري مصر بتبقى كونيكال وفلاتند بروجكشن كونتينوس ات ذا بيز ويز ذا وول اند جيفينج اوف ذا كورديتين ديني تو ذا اتريو فنتريكولار فالفز. في ثالث حاجه من الترابيكولي كارني ما يسمى بالسيبتو مارجنال باند. خلي بالك كلمه سيبتال يعني وسطي، ومارجنال يعني حدود، يعني هي طيات بدءه من الانتر فنتريكولار سيبتم اللي هو السيبتم ما بين التو فنتريك ومنتهيه في الول بتاعه الفنتريكل. دي قالوا كان الاعتقاد الاول ان هي بتمنع انفجار القلب او تمنع ان القلب يحصل له تهتك، يعني يبقى الجدار من بره ماسك مع العمود اللي في النص او القائم اللي في النص ده. ايه القائم اللي في النص؟ الانتر فنتريكولار سيبتم. في طالع باند ماسكه في الول بتاع الايه الفنتريكل. الباند دي سموها ايه؟ سموها المودريت باند او سيبتو مارجنال ترابيكولي. ولكن وجدوا بعد كده ان بتمشي فيها الياف البركنج فايبر عشان تنقل الامبلس زي ما هنشوف في كوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. ف دي اكستندد فروم ذا سيبتوم تو ذا اوبوزيت وول. بص حضرتك معايا، دي سيبتو مارجنال باند اللي انا بشاور عليها دي. دي سيبتو مارجنال باند بدءا من الانتر فنتريكولار سيبتوم وراح للول بتاع الايه بتاعه الفنتريكل. او ذا لاتر ار بارتلي ماسكولار اند بارتلي تندينيوس. جزء منها بيبقى تندينيوس وجزء منها ماسكولار اند فيري ديفرنت سبجكت، وبتختلف من حيوان لحيوان وفي اماكن لمكان. The strongest one is usually about midway between the base and the apex and extended from the septum to the base of the lateral papillary muscle. أكتر وضوح قدامنا لما نيجي نفتح في نص الفنتريكل كده نلاقي توضح قدامنا السيبتو مارجنال باند دي. الأول زي ما قلت لحضرتك كانوا بيعتقد إن هي بريفنت الأوفر ديستنشن، بتمنع امتلاء انتفاخ الفنتريكل، ولكن بعد كده لقوا ان بيمشي فيها البركنج فايبر وهي اللي بتوصل الامبلس للوول بتاع الفنتريكل.
توصل النيرف امبالس او النبضه العصبيه زي ما هنقول من السيانو اتريا نود للاتريو فينتريكولار نود، بعد كده الباندلز، بعد كده البركنج فايبر في الوول بتاع الفينتريكل. دي لقوا ان الالياف بتمر من خلال اللي هي البركنجي فايبر دي، كان بيسموها ثلاث حاجات دول، الكولمز انر لايف والبابيلاري ماسل والسيبتو مارجنال باند، دي كانوا بيسموها الترابيكيولي كارني. طب نيجي نتكلم على الليفت فينتريكل بقى. الليفت فينتريكل ده بيمثل الكودال بارت اوف فينتريكولار ماس الرايت فينتريكل، انما الليفت فينتريكل بيمثل الجزء الخلفي من الفينتريكولار ماس، وده اللي بيكون الايبكس اوف ذا هارت فوقه الليفت اتريوم. ده بيبقى ريجولار وكونيكال في الشيب زينز رايت وان، الول بتاعته بتبقى ماتش سيكر اكسبت از ايبكس، اتفورمز اول ذا كودال كونتور اوف ذا فينتريكولار بارت اند ايبكس اوف ذا هارت، بيكون كل الجزء الخلفي من الفينتريكولار وول في فتحتين. فيه الفتحات اللي فيه عباره عن ايه، عن الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس اللي هي ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، دي جارد باي كاسبت فالف. وفي فتحه ايه تاني، فتحه بقى الاورطه، الاورطه هتفتح منه عشان تضخ الدم للجسم كله، تمام؟ يبقى في ليفت اتريو فينتريكولار اورفيس والاورتيك اورفيس. بص حضرتك معايا دي صوره لايبكس بتاع الهارت، بص السيكنس بتاع الوول، ده في ريلاكسد ستيت وده في كونتراكتد ستيت، والسيكنس بتاع الوول بتاع الليفت فينتريكل بتبقى اضعاف الوول بتاع الرايت فينتريكل، لان زي ما قلنا ده احنا محتاجين سمك عضلي كبير عشان ده بيضخ الدم عن طريق الاورطه للجسم كله. شكل الوول او السيكنس بتاع الوول بتاع الليفت فينتريكل. الانتر فينتريكولار سيبتم او الفاصل ما بين الاثنين فينتريكل ده عباره عن بارتيشن سيبريتد كافيتيز اوف ذا تو فينتريكل، الفاصل ده بيسموه انتر فينتريكولار سيبتم، انتر فينتريكولار سيبتم. جريت بارت اوف ذا سيبتم از سيك اند ماسكولار بات فيري سمول بارت از سين اند ممبرينس، الجزء الممبرينس ده هو بس اللي هو، بص حضرتك معايا في الصوره الثانيه ده السيبتم ما بين التو فينتريكل، الجزء ده هو بيبقى عباره عن سين وممبرينس، ده موجود فين؟ او اللاتر انترفينز بتوين ذا اورتيك فيستيبول ان وان هاند اند ذا رايت فينتريكل اند ذا اتريوم اون ذا اذر هاند، ما بين الاورتيك فيستيبول، فين الاورتيك فيستيبول؟ ادي الاورت او ما بين الاورتيك فيستيبول، شايف الفصل الصغير اللي انا بشاور عليه ده بيبقى سينو ممبرينوس، وما بين ايه تاني، وما بين الرايت اتريوم، الفاصل ده هو عباره عن تكمله للسيبتم ده، يبقى الفاصل الكبير ده هو ده السيبتم الانترفينتريكولار ايه سيبتم، الجزء منه لو سينو ممبرينس ما بين الاورتيك فيستيبول، ما بين بدايه الاورطه هنا، ما بين بدايه الاورطه هنا، وما بين الرايت فينتريكل اند اتريوم، ما بين الرايت فينتريكل اهو.